نعم عثمان، في الحقيقة وصلت صور من داخل عين العرب كوباني تؤكد دخول مجموعة من قياديي قوى البشمركة التي جاءت هنا إلى الحدود التركية السورية للمشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإسناد قوات وحدات حماية الشعب الكردية بقيادة ضابط يدعى عز الدين تمو، هو طبيب وضابط في وزارة البشمركة. هذه الصور أكدت دخول مجموعة للتنسيق مع وحدات حماية الشعب وأيضا مع المعارضة المسلحة التي سبقت دخول ووصول البشمركة إلى هذه المنطقة. الأخبار تقول أيضا أو الأنباء تقول أيضا أن القوى هي متواجدة على مكان ما من الحدود. قبل قليل ذهبنا إلى الحدود، هناك شاهدنا طبعا من الجهة الغربية كان حواجز لوحدات حماية الشعب الكردية في الطرف الغربي للمدينة متواجد هناك، أيضا بالقرب من معبر مرشد دينار حيث شهدت محيطه غارة جوية طيران التحالف الدولي استهدفت المنطقة الواقعة بين المربع الأمني ومعبر مرشد دينار. هذه المنطقة تدعى بشارع النجارين، يبدو أن هناك موقع أو مقر لتنظيم الدولة الإسلامية. أيضا شاهدنا بالعين المجردة حجم الدمار الهائل في هذا المحيط، محيط المعبر تحديدا، كانت الأمنية شبه مهدمة بشكل كامل. أما الجهة الشرقية التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية كانت أهدأ نسبيا، اليوم كان عموما ضمن المدينة هادئ، كان هناك فقط بعض رشقات رصاص كنا نسمعها قبيل الغارة. أيضا شاهدنا سقوط قذيفة في الجهة الجنوبية لمدينة عين العرب كوباني. لابد من الإشارة إلى وصول الرتل الذي يحمل عتاد قوات البشمركة البالغ تعدادها 150 مقاتل. هذا الرتل جاء عبر الأراضي التركية، كان يمر ضمن المدن الكردية بوسط احتفالات أخرته حقيقة، وصل ربما ليلة أمس. هل من المتوقع أحمد، هل من المتوقع أن يكون هناك مزيد من القوات أم سوف يتم الاكتفاء بمن جاء وقيل أنهم سوف لن يكون من مهامهم الاشتباك المباشر؟ نعم عثمان، حقيقة نحن لو نعلم أن مهمة هذه القوات هي الإسناد، بمعنى أنها ستقوم بأسلحتها الثقيلة بقصف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مواقعهم ومقراتهم، هي لن تكون وظيفتها الاشتباك. ربما سيكون هناك حسب نتائج عمل هذه القوة التي وصلت بداية. شكرا جزيلا لك.